لازم النظام الأساسي يكون فيها مراقب حسابات للشركة. ما فيش جمعية عامة هتتم إلا باعتماد وحضور مين؟ مراقب الحسابات. يستحسن أنت كزميل أنك أنت دايما تكون معاك ومظبط زميل ليك في محاسب مكتب مراجعة معتمد في الهيئة العامة للاستثمار، عشان يبقى ده أنت وهو دايما مع بعض شغالين مع بعض. ليه؟ لأنه لما تحصل مشكلة دور مراقب الحسابات في شركات المساهمة هو دور عظيم. هو اللي هيظبط لك الورق، معنى يظبط لك الورق مش يزور حاجة، ولكن في أمور شكلية يتطلبها القانون لو المحاسب ملوش دلالة عليك هتبقى أنت بتضرب في مكان وهو بيضرب في مكان. هو اللي يصفها في الشركة، وليست شريكا ولا مساهما إلا أنه له صفة قانونية معتبرة في الشركة، بدليل أنه أي جمعية عامة لازم هو اللي يمضي عليها ويعتمدها، وإلا مش هيعتمدها لك في الاستثمار. وكمان مؤخرا القانون، هنتطرق للكلام ده بالتفصيل، قانون 4 للحقيقة يعني استجاب لكثير من الوقائع العملية في السوق. يعني القانون رقم 4 ده لما جه حطوه في حاجات احنا كنا بنصرخ منها، يعني الحمد لله جزء كبير منها جدا 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 ابتدى يحله القانون رقم 4. طيب بتكلم في نظام الاساسي، يعني ايه النظام الاساسي ويعني ايه العقد بتاع الشركه؟ لما يجي استاذ يسالك العقد يا اولاد اللي هو يا شباب اللي هو بين الناس مع بعضهم بينص على اسم الشركه وعنوان الشركه ومقر الشركه وراس مال الشركه واختصاص الشركه، الغرض من الشركه ايه؟ من ضمن الحاجات اللي انت هتطلبها من الموكل، انت عايز الشركه دي ليه؟ عايزها اغراضها ايه؟ لانه خلي بالكم في عندنا القانون 72 وارد فيه الاختصاصات على سبيل الحصر. القانون 59 تختار فيه كيفما تشاء. لو عايز تأسس على قانون 72 ليه اختصاصات على سبيل الحصر. ما ينفعش نأسس شركة خارجة عن الاختصاصات دي. ومعظمها ينادي بالاستثمار والتطور واللائحة موجود فيها، وكل الكلام ده على فكرة موجود على موقع الهيئة العامة للاستثمار، أي زميل هيدخل هيطبع الكلام ده موجود ومتاح هيعرف. مش ويستحسن أن هم 6 ورقات، يستحسن أنك أنت تطبعهم وتخليهم معاك عشان لما حد يجي يطلب منك غرض تبص في القانون. كلنا بننسى. أنا لي 15 سنة في المجال ده ودماغي مش ضافطة. كلنا بننسى. فأنت مش عيب تطبعهم وتخليهم قدامك في المكتب. عايز تعمل إيه؟ والله أنا عايز أعمل شركة وضعها 1 2 3 4. هتمشي 72 ولا هتمشي 89؟ هتقول له من الأول. طب إيه الفرق بين ده وبين ده؟ فرق كبير جدا. فرق كبير جدا جدا يا شباب بين 59 وبين 72 في ايه؟ 72 في مميزات لسه السوق ما اكتشفهاش، اكتشفوها بتوع بره. يجي لك الواحد من بره السعودي ولا القطري يقول لك انا عايز 72. ليه؟ لانه فيها مميزات وفيها حزمه اعفاءات يتمتع بها المستثمر غير موجوده في كام؟ 89. القانون 72 قال لك انه هناك اراضي تطرح بالمجان، وزعهم لفئه الف وفئه باء وفئه جيم. فئه الف الحمد لله حاليا مؤخرا مجلس الوزراء امبارح اقر مشروع القانون بتاع حوافز قانون 72 وادى مناطق للمستثمرين بالمجان في المنيا وفي الوادي الجديد وفي طريق البحر الاحمر بضوابط صارمة. يبني وينفذ كمان، مش يبني وبس، ياخد الأرض بالمجان. ومش كده وبس، ده كمان يا أستاذنا في القانون مكنة إنك أنت تسترد 40% من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب. يعني أنت هتقول والله أنا المشروع ده كلفته 1,000,000، يقول لك أنا هتحمل منك 400,000 هخصمها منك منين؟ من الضرائب بتاعتك. ده قانون كام؟ 72 اللي هو قانون الاستثمار الجديد. قانون الاستثمار حط حاجات في الشركات المساهمة، حاجات عملية
ويعني هنا القانون جميل جدا، ولكن من قام بوضعه يميل إلى رجال الأعمال وليست القانونيين. لو أنت كقانوني متمرس ومسكت، جميل جدا من ناحية العملية ممتاز، ولكن من الناحية القانونية مهلهل، ومشاكلنا في الاستثمار هتبقى كبيرة، لأنه اللي صاغوا بفكر اقتصادي وليست بفكر قانون. هو مطلوب، ولكن كان المفروض راح اتعدلت الصياغة بتاعته للناحية القانونية أكتر. ولذلك تلاقي ألفاظ اللي في السوق فاهمها كويس جدا، لكن الرجل المحامي الكبير اللي هو مش في السوق ألفاظ مش قانونية خالص، ألفاظ عادية جدا جدا، وتلاقيها مثلا البورصجية فاهمينها كويس جدا. البورصجية ده لفظ للناس اللي بيشتغلوا في البورصة، وهديكم معلومة كده يعني عشان تعرفوها، دي سر من أسرار المهنة، إنه البائع والمشتري في سوق المال في البورصة ما اسمهوش البائع والمشتري. لو البائع والمشتري تبقى أنت محامي إيه، لكن اسمه البياع والمشتري. لما تيجي تقول البياع يعرف أنك أنت راجل بورصجي، يعني أنت راجل ليك في سوق المال، فأنت تبعنا يعني يعمل لك حساب، مش اللي هو واحد داخل كده يعمل جمعية عامة وخلاص. فقانون 72 لما تيجي توضع تأسس شركة أسسها 72، ولكن لو ما فيش اختصاصاته هتأسسها كام؟ قانون 59. قانون 59 هو الشريعة العامة للشركات، زي ما بيقولوا أساتذتنا كده إنه القانون المدني هو الشريعة العامة للقوانين. فإحنا بنقول 59 ليه؟ لأنه 59 اللي هو متساق في الثمانينات إحنا بنشتغل بيها هذه اللحظة، والصياغة بتاعته متينة، واللائحة التنفيذية بتاعته دقيقة، وكل المشاكل اللي في الاستثمار أو في البورصة. يعني أنا كان آخر مرة في بطلان جمعية عامة قانون 4 لسنة 2018، جه تعديل القانون قال لك في بطلان الجمعية المادة 76 لها شروط معينة، قال لك ويمكن للمحكمة أن تتوقع البطلان إذا ما تم تعديل الوضع خلال 6 شهور. والله وقفت قدام القاضي في الاقتصادي، دفعت في الدفع ده وجبت الجريدة الرسمية، بص فيها كده قال لي ماشي وحطها، لأنه هو حافظ وفاهم على قانون كام؟ 59. اقتصادية شغالين 59، ناس محترفين جدا جدا شغالين بيه. أول القانون الحاكم لينا حتى قانون سوق المال، الشريعة العامة بتاع مين؟ قانون الشركات. أسست على 59 أو على 72، لو مستثمر صناعي يستحسن أنك أنت تأسس له على 72، لو مستثمر سياحي يستحسن أنك أنت تأسس له على 72، لو مستثمر زراعي مستثمر. أنا بكرر لأنه في شركات عائلية ما ينفعش فيها الهرق اللي احنا بنقوله ده، هو عايز سجل تجاري وبطاقة ضريبية. يا أستاذ يقول لك يا أستاذ أنا عايز أشتغل، لا فرقة معاه 92 ولا 52، هو مظبط نفسه ونايم في مكان معين كده وشغال فيه، عايز سجل تجاري وبطاقة ضريبية بس. فأنت ده ما تتعبش نفسك، اقراها أول ما تدخل لك المكتب تقرا الموكل بتاعها. خليك فطن، المؤمن كيس فطن وليست كيس فالمحامي لازم يكون أول ما يدخل لك الموكل تقراه، هل هو عايز شركة فعلا؟ طب أنا هقول لك حاجة، هيجي لك موكل يعمل شركة ويصرف عليها فلوس عشان يغير البطاقة بتاعته، إذا كان ما هو لا يعمل، أو امرأته ست فاضلة ربة منزل، يعمل والله العظيم يعمل شركة. بص من الآخر أنا عايز أخذ السجل التجاري وأروح الأحوال المدنية أخلي نفسي رئيس مجلس إدارة شركة كذا، ومراته تبقى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدى، وابنه يبقى عضو مجلس إدارة برستي. هو كده بيحصل كده. يجي أنت تقوله لا ما ينفعش، ينفع ونص. إيه المشكلة يعني؟ في من القانون ما يمنع؟ مش هيدفع الأتعاب وهيأدي حق الدولة؟ ينفع، ينفعش ليه؟ ولكن في مستثمر يتعبك بقى، وده تخشاه. قبل ما تروح تقعد معاه لازم تكون مطلع على قانون الشركات، على قانون سوق المال،
وفي موقع يا شباب على الفيسبوك أساتذتنا ربنا يكرمهم خدوا حكم به اسمه الأحكام والتشريعات المصرية الحديثة.